بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بكم أبناء الطلبة الأعزاء في رحاب جامعة الإسراء بغزة، وفي رحاب التعليم الإلكتروني، وفي مساق التقييم النفسي اللي هو psychological assessment لطلبة تخصص علم النفس الإكلينيكي اللي هو psychological department المستوى التالي. في نهاية المحاضرة السابقة اللي هي المحاضرة التاسعة لمساق التقييم النفسي، توقفنا عن مهارات السلوك اليقظ، والتي تكلمنا بها عن مهارات الاتصال بالعين، وتكلمنا عن لغة الجسد، وتكلمنا عن جودة الصوت، وتكلمنا عن التتبع اللفظي. اليوم إن شاء الله سنواصل الحديث عن استجابات الاستماع غير التوجيهية، لكن قبل البدء بمعرفة هذه الاستجابات علينا أن نعرف أن هناك فنيات الفعل، هذه خاصة بالمعالج، يعني هي أنا بعتبرها العصب المحرك للمقابلة العلاجية، والتي تعمق العلاقة العلاجية بين المعالج والمنتفع. وهناك بعض فنيات ردود الفعل وهي خاصة بالمنتفع، وهناك أيضا فنيات التفاعل بين المعالج والمنتفع، وأخيرا هناك فنيات تحمل المسؤولية وهي خاصة للمعالج، يعني المعالج عليه أن يتحمل المسؤولية عن كل كلمة يتحدث بها أمام المنتفع. على بركة الله نبدأ بالمحاضرة ونقول أن هناك عنوان ب Non-Directive Listening Responses اللي هي عبارة عن استجابات الاستماع غير التوجيهية. هذه الاستجابات تشتمل على silence, paraphrasing, clarification, reflection of feelings, summarizing، يعني بتشتمل على مهارة الصمت ومهارة الاقتباس ومهارة التوضيح، وأحيانا بسموها مهارة الاستيضاح، وفي عندنا مهارة انعكاس المشاعر، وفي النهاية مهارة التلخيص. تعالوا نتكلم عن مهارة السايلنس. It means I am listening. مهارة الصمت يعني ممكن تكون انه نقول انه انا مستمع، انا مستمع. It can be a vocal، يعني ممكن انه يكون محرج. It is an opportunity organize thoughts recall explore feelings، يعني ممكن يكون هناك فرصة لأفكار منظمة أو إعادة الاتصال أو كيفية استكشاف المشاعر. ومن ضمن أيضا الصمت هو عبارة عن الأسس clients reaction to silence، يعني ممكن إحنا نقوم بعملية تقييم استجابات المنتفع حين يصمت.
assess your reaction to silence. نقيم استجابات المعالج على مهارة الصمت، انه كيف يصمت. انا من وجهة نظري اعتبر انه الصمت هو احدى استجابة الاستماع التوجيهية، وفيها يصمت المنتفع اثناء طرح اسئلة المعالج عليه. اثناء ما يتم طرح الاسئلة من قبل المعالج للمنتفع، نجد انه المنتفع قد يصمت. الاهم ان نعرف ان المعالج، او الاهم من ذلك انه المعالج يعرف ان صمته اثناء العملية العلاجية لابد ان يكون اكثر من كلامه، اي يعني اكثر مما يتكلم، يعني يستمع اكثر مما يقول. وحينما يصمت يعني المعالج، حينما يصمت عليه ان يصمت بحكمة، يصمت بتعقل وعقل. لكن اي متى يصمت ومتى يتكلم، يعني يعرف متى يصمت ومتى يتكلم، متى يصمت ومتى يقاطع المعالج، يقاطع المنتفع سوري، وان يعبر عن مشاركته الانفعالية دون مقاطعة للمنتفع. تعالوا نشوف متى ممكن المعالج يتجنب استخدام مهارة الصمت. When you avoid to use silence. متى؟ If you believe your client is confused or believe he is experiencing an acute emotional crisis. يعني إذا اعتقد المعالج أن المنتفع مرتبك أثناء العملية العلاجية، عليه أن يكسر الصمت، يعني عليه أن يبدأ الكلام. وممكن يتجنب المعالج استخدام الصمت إذا شعر أن المنتفع يعاني من أزمة عاطفية حادة، فعليه أن يكسر مهارة الصمت. Or if you feel that he is psychotic or uncomfortable during silent periods. يعني إذا شعر المعالج أن المنتفع يعاني من الأمراض الذهانية، فعليه أن يكسر الصمت. ليش؟ لأنه المنتفع أو السايكوتيك في هذه الحالة يكون غير مستبصر بذاته وغير مستبصر بأعراضه، فعلى المعالج أن يكسر مهارة الصمت. If you feel that he is psychotic، زي ما احنا قلنا، عليه أن يكسر مهارة الصمت. So if you feel that he psychotic or uncomfortable during silent periods, so try to relax. يعني هنا إذا شعرت إنه هو غير مرتاح، فعليك صديقي أو زميل المعالج أن تقوم بعملية الاسترخاء. ليش طيب؟ This helps them understand that it's their turn to talk. يعني هنا هذه بتساعدك أو بتساعد المعالج على فهم دوره الآن في التحدث قد بدأ. بنتابع مهارة الصمت، بنقول if clients appear uncomfortable with silence, you may give them instructions to free associate. يعني إذا
ظهر أن أن المنتفع غير مرتاح، فيجوز على المعالج أن يكسر الصمت. ليش طيب؟ ليعطيه الإرشادات لكيفية الربط ما بين ما قالوا سابقا وما يريد أن يقوله لاحقا. على سبيل المثال، ممكن أن المعالج يخبره ويقول له ما يتبادر إلى ذهنك الآن، يسأله tell them، يعني نخبره just say whatever comes to mind، إيش اللي هو جاي على ذهنك الآن ضروري تبلغنا عنه. Or you may want to use an empathic reflection. على سبيل المثال، it's hard to decide what to say next، يعني قد يستخدم معه مهارة اللي هي انعكاس المشاعر. نتابع ونقول انه عن مهارة الصمت، على في بعض الأحيان على المعالج أن يتذكر أن الصمت هو استجابة علاجية متاحة. كيف يعني؟ أنه في عملية الصمت المعالج لفترة المنتفع أنه يعرف أنه الآن ممكن يفكر في بعض الإجابات اللي تكون صحيحة، وهذه فترة صمت تتيح له في عملية التفكير. يعني remember that the silence is the most therapeutic response available، يعني نتذكر انه الصمت هو استجابة علاجية متاحة. نتذكر ايضا remember to monitor your body and face while being silent، يعني تذكر أن تراقب جسدك وتراقب أعضاء وجهك أثناء عملية الصمت، وهذا له دلالة ومعنى عند علماء النفس. There is difference between a cold silence and a warm silence. This different result from body language، يعني إنه هناك فرق أو اختلاف ما بين الصمت البارد، الصمت البارد والصمت الدافئ، وهذا الاختلاف ناتج عن لغة الجسد. كيف يعني؟ إنه فرق لما إنه يكون المعالج يستخدم الصمت البارد القائم على اللامبالاة، أو ممكن يستخدم الصمت الدافئ القائم على ما يحس به وما يشعر به المنتفع. وهذا هو الأهم، أن يكون فعلا لدى المعالج الوارم سايلنس، على أساس أنه يشعر بما يشعر به المنتفع. وهذا كله ناتج عن لغة الجسد. تعالوا نشوف من استجابات الاستماع غير التوجيهية اللي هي الparaphrasing، اللي هي الgeneric أو sensory based أو الميتافوريكال، اللي هي هذه كلها عملية الاقتباس، يعني أن يقتبس المنتفع بشكل عام ما قيل أمامه من قبل المعالج، أو يكون لديه حساسية من الموقف الذي تم طرحه من قبل المعالج، على هذا الأساس بيكون عنده حساسية حساسية شديدة. تعالوا نشوف أيضا من استجابات الاستماع غير التوجيهية اللي هي clarification، اللي هي التوضيح أو الاستيضاح. بيجي يقول له المعالج did I understand you right، يعني هل أنا فهمتك بشكل صحيح؟ فهنا
أكيد حيشعر المنتفع بالسرور عندما يجيب على هذا السؤال ويقول له نعم أنا حاسس إنك أنت فهمت بشكل صحيح إيش اللي أنا بقوله. بعدين ممكن يكون في restatement of what was said، يعني على المعالج أن يعيد صياغة ما قيل، ما قاله المنتفع بشكل دقيق جدا، وهذا ما يشعر المنتفع بأنه المعالج فاهم ما يقول ويتابع معه العملية العلاجية بأريحية تامة. أو ممكن يكون الريستيتمنت زائد الدبل كويشن، يعني ممكن إن يكون إعادة الصياغة بسؤالين مش بسؤال فقط، ممكن يعيد الصياغة بسؤالين أمام المعالج أمام المنتفع، فعلى هذا الأساس ممكن يطلب منه إعادة الفحص. ask to recheck، ويقول له sorry I did not hear that، يعني يجي يقول له والله أنا متأسف إني أنا ما سمعتش إيش اللي أنت قلته، could you repeat please، يعني من فضلك ممكن تعيد ما قلته. أنا من وجهة نظري في هذه المهارة اللي هي مهارة التوضيح أو الاستيضاح، إنه يطلب المعالج من المنتفع توضيح ما تم قوله من قبل، فيقول أنا فهمتك بشكل صحيح مثلا، بعدين لما يعيد الصياغة ويتم استخدام سؤال أو سؤالين، إنه هذه مهارة السؤال أو التساؤل ممكن يبدأ بها بالمقابلة العلاجية، ممكن يستخدمها أثناء المقابلة، يعني مهارة التساؤل ممكن المعالج يستخدمها في بداية المقابلة بسؤال مفتوح، وممكن يستخدمها أثناء المقابلة عندما يريد أن يستوضح من المنتفع ما تم قوله أثناء المقابلة العلاجية، على أساس إنه يعرف المعالج ما يدور في ذهن المنتفع، فيقوم بعملية تشخيص صحيحة، ومن ثم بعملية علاج أو وضع خطة علاجية صحيحة ناتجة عن التشخيص الصحيح. تعالوا نشوف المهارة هذه المهمة جدا، أنا بعتبرها من وجهة نظر اللي هي reflection of feelings، اللي هي انعكاس المشاعر، وهذه المهارة هي تابعة للاستجابات الاستماع غير التوجيهي. يجي المعالج يقول له I understand your feeling، وهو بينبسط كتير كتير لما يسمع المنتفع انه في احد الان فاهمه، في احد يستمع له، على هذا الاساس يشعر بالسعادة. ممكن يقول له paraphrase with emotional content، يعني وضح لي ايش يعني محتوى، ايش مشاعرك الان، وضح لي اياها. او ممكن تتطابق الجودة والشدة ما بين مشاعر المنتفع ومشاعر المعالج، وأنا أعتقد أنه لابد أن تتطابق مشاعر المعالج مع مشاعر المنتفع، وهذا يشعره أيضا بالأريحية والشعور بالسرور والسعادة. If not sure، إذا ما كانش متأكد المعالج أن هناك عملية تطابق ما بين مشاعره ومشاعر المنتفع، فعليه أن يطلب تغذية راجعة. عايز إنكم تنتبهوا لي بشكل جيد جدا في شرح هذه المهارة اللي هي reflection of feeling. بقول إنه ممكن
المعالج بيستخدم هذه المهارة بيعمل على انعكاس لمشاعر المنتفع. انعكاس يعني زي ما الواحد يقف أمام المرآة و يعني يجد نفسه أمام المرآة فتتضح ملامحه وسماته أمام المرآة أكثر مما يجدها من قبل الآخرين، فهو الآن نفسه بنفسه لنفسه على نفسه أن يرى نفسه من خلال المرآة، وتعتبر المرآة بالنسبة للمنتفع هو المعالج نفسه، هو مرآته. فعلى هذا الأساس لما المعالج يعكس مشاعر المنتفع للمنتفع فيشعر ويفهم هذه المشاعر ويستبصر بها وفعلا يبدأ في عملية تعديل بعض هذه المشاعر وهذه السلوكيات التي يعاني منها. بذلك نجد أن المنتفع فعلا سيفهم مشاعره الخاصة ويصبح أكثر وعيا بها وينعكس ذلك على مشاعر المعالج. ركزوا إيش بقول، بقول وينعكس ذلك على مشاعر المعالج، وعيد تاني وأقول ينعكس ذلك على مشاعر المعالج، بمعنى أنه عندما يفهم المنتفع مشاعره بشكل واضح معنى الكلام هذا الوضوح سينعكس على مشاعر المعالج، وفي هذه بنقول ها هي التغذية الراجعة الفيدباك اللي بتكون ما بين المعالج والمنتفع. تعال نشوف مهارة السمرايزنج اللي هي مهارة التلخيص لما تم قوله خلال الجلسة العلاجية السريرية. يعني أخيرا من استجابات الاستماع غير التوجيهية هي عملية السمرايزنج. إيش يعني بنقصد فيها؟ إنه على المعالج أن يلخص المواضيع الرئيسية. summarize main topics and guidelines informal use sample language بلغة بسيطة، لغة رسمية مهنية ما بينه وبين المنتفع، يستخدم لغة بسيطة، وبعدين obtain client summary انه يحصل على تلخيص ما تم قوله من قبل المنتفع، وبعدين لا ننسى الستيت بوينت، هذه مهمة جدا اللي هي نقطة حوار، من خلال هذه النقطة الحوار ما بين المعالج والمنتفع نشعر على او نحصل على الفيدباك. At the end ask if accurate، في النهاية بيقوم المعالج بتلخيص ما تم التوصل إليه وبشكل دقيق. supportive يعني بشكل مدعوم للمنتفع. knowledge client's effort ليتعرف، هنا يقوم بعملية دعم للمنتفع على أساس يتعرف على إيش مجهوداته الإفورت. طب إيش أهمية هذا كله للمعالج؟ إنه لما المعالج بيتعرف على مجهودات وقدرات وإمكانيات المنتفع يستفيد منها المنتفع والمعالج معا في وضع خطة علاجية. يعني مهارة التلخيص من وجهة نظري أنا، من يلخص لمن؟ هل المنتفع يلخص للمعالج أم المعالج يلخص للمنتفع؟ هو عملية التلخيص بتتم من خلال المعالج، يعني أن يلخص المعالج رسائل المنتفع أي ما تم في قوله من قبل المنتفع. فقد تستخدم هذه عملية التلخيص أثناء الجلسة، متى؟ عندما يشعر المعالج أن المنتفع بدأ يحيد عن الموضوع، فهنا من
مهام المعالج في هذه اللحظة أن يقاطع المنتفع ويلخص له ما سبق قوله ويربط ما قاله بالموضوع الهام الذي يناقش به في هذه اللحظة، وممكن نستخدم مهارة التلخيص عند الانتهاء من الجلسة بتلخيص ما تم قوله من حوار ما بين المعالج والمنتفع. من وجهة نظري أن هذه المهارة لابد، وأن نقول بأن نجاح المعالج يتوقف على ما لديه من مهارات وفنيات علاجية، كل هذه المهارات اللي تم ذكرها سابقا، وبدونها يكون المعالج كالجسد بلا روح. واضح، فهذه هي هامة جدا، هذه المهارات للمعالج. تعالوا نشوف. A number of interview schedule have been developed to gather information for both psychiatric and psychological assessment. يعني في عنا عدد من الجداول المقابلات اللي تم تطويرها عندما نجمع المعلومات لكل من التقييم الطب نفسي اللي هي psychiatric and psychological assessment، وهو التقييم النفسي. هذه الجداول تم تطويرها من خلال الأدل Attachment Interview، من خلال مقابلة المرافقي الكبار، أي من يرافق المرضى الكبار. Disturbances of Attachment Interview، مقابلة المضطربين. الانتيك انترفيو، من خلال مقابلة الإدخال. وأنا بعتبر هذه مقابلة الإدخال هي أكثر أنواع المقابلات شيوعا في علم النفس الإكلينيكي، اللي هي مقابلة الإدخال. الانتيك انترفيو هي أكثر أنواع المقابلات شيوعا في علم النفس الإكلينيكي. ليش؟ لأنه هي أول تفاعل ما بين المعالج والمنتفع، وفيها يطلب المنتفع من المعالج المساعدة. فعلى هذا الأساس هي من أهم هذه المقابلات، وخاصة لما تكون إنه المنتفع آت للمعالج من قبل نفسه بدون ضغط من الآخرين. في إن الموتيفيشنال انترفيوينج اللي هي المقابلة التحفيزية، هذه المقابلة التحفيزية بيستخدمها المعالج لتعزيز الدافع الداخلي لدى المنتفع، على أساس أنه يستطيع أن يحصل على بعض المعلومات المكبوتة في لا شعور المنتفع. في أن مقابلة اللي هي المعهد الوطني لتشخيص الصحة النفسية للأطفال، اللي هي National Institute of Mental Health Diagnostic Interview Schedule for Children. يعني مقابلة المعهد الوطني، هذه المقابلة بتم فيها أو من خلال البحوث اللي بيقوم بها المعهد، سواء كانت بحوث طبية أو بحوث حتى صحية وهكذا. نتابع تطوير المقابلات أو تطوير جدول المقابلات، وبنقول في عنا مقابلة التشخيص النفسي اللي هي Psycho Diagnostic Interview، وبعدين في عنا المقابلة السريرية البنائية اللي من خلال DSM-4 اللي هي Structured Clinical Interview. في عنا Structured Clinical Interview for Personality Disorder اللي هي المقابلة السريرية البنائية لتشخيص اضطرابات الشخصية. في عنا برضو المقابلة المعرفية، وحنركز عليها بشكل كبير، اللي هي Cognitive Interview. وبنقول انه هذه مقابلة التشخيص المعرفي يعني هي التي تتضمن دراسة
حالة المنتفع من جميع جوانبها، علشان كده بنسميها معرفية، يعني التعرف على جوانب شخصية المنتفع من قدراته، من دوافعه، ومن ميوله، ومن اتجاهاته. أي المقابلة، التشخيص المعرفي، هي فهم كامل للحالة من حيث أسبابها وتطورها. المقابلة هذه المعرفية هي التي يتم فيها تعديل سلوك وأفكار ومشاعر المنتفع الظاهرة. واضح ايش بقول؟ فعلى هذا الأساس أنا بعتبرها من المقابلات الهامة لتطوير جدول المقابلات. في عندنا الكمبيوتر اسيست بيرسونال، أو ممكن نقول التليفون الانترفيوينج، اللي هي المقابلة الهاتفية. هذه من خلالها يتم للمعالج أن يسمع نبرة المنتفع ويستمع له بشكل جيد من خلال الهاتف، على أساس أنه من خلالها يستطيع المعالج أن يفهم أعراض ومرض المنتفع. تعالوا نشوف، في عندنا برضو بعض المقابلات زي الانفستيجيتنج الانترفيو، اللي هي مقابلة التحقيق. هذه المقابلة يعني بيقابلوا فيها الضحية، وممكن يكون الشاهد والمشتبه به، أو الشخص الذي له ارتباط بالقضية نفسها، فعلشان كده بنسميها الانفستيجيتيف الانترفيو. في إنها مقابلة السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي هذه مقابلة من خلال الوكالات الاجتماعية، زي من خلال الأسرة، من خلال المدرسة، من خلال وسائل الإعلام، من خلال جماعة الرفاق، أصدقائه، رفقائه، كل هذا ممكن يتم. حتى ممكن احنا نقابل بعض الأشخاص المهتمين بالجانب الديني من قبل هذا، لهم علاقة بهذا الشخص. في إن المال انترسبت بيرسونال الانترفيو، لأن مقابلة تشخيصية لسوء الفهم. انترسبت يعني سوء الفهم. هذا بيتم ما بين المعالج والمنتفع. ولا ننسى أن هناك في بعض المقابلات يسموها موك انترفيو. الموك الانترفيو هذه تهتم بمصداقية القيم، التصورات، والنظريات المفسرة لوجود المنتفع. في إن البيرنت تيتشر الانترفيو، اللي هي مقابلة المدرس للأب، فيها هنا بيطلب الأب مقابلة المدرس أو المعلم، على أساس أنه يتحدثوا معا بشأن ظروف التلميذ. واضح؟ بيطلب الأب من المعلم على أساس أنه يتحدثوا مع بعض بشأن ظروف الابن أو التلميذ. فإن مقابلة الشبكة المرجعية، اللي هي ريبريتوري جرايد الانترفيو، اللي هذه تتمثل في النموذج المحادثة المكتوبة بالبريد الإلكتروني. على هذا الأساس بيتم المقابلة من خلال البريد الإلكتروني. في نهاية المقابلات في عنا الاستراكتر والسيمي استراكتر اند انستراكتر الانترفيو، يعني في عنا المقابلة المنظمة وشبه المنظمة والغير منظمة. تعالوا نشوف المقابلة المنظمة. It aims to ensure that each interviewee is presented with exactly the same question to ensure that answers can be reliably. اللي هي يعني هذه المقابلة تهدف للتأكد
من أن كل شخص تتم مقابلته، أي شخص تتم مقابلته من خلال هذه المقابلة المنظمة، يقدم له أسئلة بالضبط، أسئلة يعني مثبتة صادقة موضوعية، والإجابات عليها بيكون إجابات موثوق بها وثابتة، زي عملية الاستبيان. تعالوا نشوف المقابلة شبه المنظمة. نيجي بنقول if organize الانترفيو has a limited question، إذا كان المقابلة المنظمة هي تشتمل على أو تتضمن بعض الأسئلة المحدودة، فإن السيمي استراكتر الانترفيو هي التي تسمح لوجود أسئلة جديدة، يعني بتتيح لعملية التشخيص أسئلة جديدة من خلال المقابلة. من خلال المقابلة هذه الأسئلة الجديدة بتكون نتيجة لما تم قوله من قبل الشخص أو المنتفع. يعني إيش بيقول الشخص؟ من خلال ما يقوله يسأل المعالج أو الشخص الفاحص عن هذه الأسئلة التي تم قولها. في أن الانستركتد الانترفيوز اللي هي المقابلة الغير منظمة، انستركتشرد الانترفيو، where questions can be changed or adapted to meet the respondents intelligence, understanding or belief. يعني المقابلة الغير منظمة هي بيتم تغيير الأسئلة فيها تبعا لذكاء الشخص. يعني هنا نهتم بمستوى ذكاء الشخص، وطبقا لهذا الذكاء بتتم الأسئلة، وتتغير الأسئلة طبقا لذكاء المنتفع أو ذكاء المفحوص أو ذكاء المبحوث. واضح؟ طبقا للمستوى نضع أسئلة، أو ممكن حسب ما بيتم فهم الأسئلة المقدم لهذا المنتفع أو المفحوص أو المبحوث نضع أسئلة طبقا لمستوى فهمه لهذا الأسئلة. على هذا الأساس بنقول عليها مقابلات غير منظمة، لأنه تتبع مستويات مختلفة من الذكاء، وتتبع مستويات مختلفة من عملية الفهم لهذه الأسئلة. تعالوا نشوف المقابلة التحفيزية. المقابلة التحفيزية refers to increase the client's awareness of the problems caused risk faced. يعني هذه المقابلة التحفيزية اللي بتتم من قبل المعالج للمنتفع تعمل على زيادة وعي المنتفع بالمشاكل التي تواجهه. فإذا تم زيادة وعيه معنى الكلام استبصر بحالته، ويكون الشفاء في طريقه الصحيح. helps clients a better future، يعني ممكن بتساعد المنتفع على انه يتصور مستقبل افضل له، هذا برضه في طريقه الى الشفاء. become increasingly motivated to achieve it، يعني هذا من خلالها بيصبح الشخص أو المنتفع أكثر دافعية على أساس أنه يصل إلى أهدافه وأن يحقق أهدافه من خلال الموتيفيشن، من خلال الدافعية. تعالوا نتابع المقابلة التحفيزية، بنقول برضو هي التي تساعد الشخص على التفكير بشكل مختلف في سلوكه. help them to think differently about their behavior، يعني من خلالها بيستطيع الشخص أن يفهم سلوكه عن طريق تفكيره الإيجابي. وبعدين المقابلة التحفيزية هي اللي بتركز على الحاضر، لا تركز أو لا تتدخل بالماضي ولا تتدخل بالمستقبل، بل تركز على ما هو موجود لديه من
الدافع، ويستطيع المعالج أن يستكشف هذا الدافع ويوضحه للمنتفع، وبكون في طريقه إلى الشفاء. المقابلة التحفيزية working with the client to access motivation to change a particular behavior، يعني هذه المقابلة تعمل على أنه يصل المعالج لدافع المنتفع، ومن هنا يتم تغيير سلوكه طبقا لإظهار هذا الدافع لديه. المقابلة التحفيزية تعمل أيضا على engage a doctor with a client، يعني هي مشاركة ما بين المعالج والمنتفع. وبعدين ليش طيب كل هذا؟ to evoke motivation to make positive changes from the client، يعني تستنبط الحديث عن التغيير وتستحضر الدافع لإجراء تغييرات إيجابية للعميل. تعال نشوف أيضا ونتابع المقابلة التحفيزية، إنه ممكن توصف هذه المقابلة اللي can be described in a few key points، يعني ممكن احنا نصفها ببعض النقاط الرئيسية التالية، اللي هي وصف الموتيفيشنال انترفيوين. تعال نوصفها ونقول واحد، motivation to change is from the client، يعني الدافع للتغيير بيكون من قبل المنتفع. واضح شو بقوله؟ عيد تاني، الدافع لتغيير السلوك او المشاعر او الافكار لابد ان يكون من قبل المنتفع، يعني يكون عنده دافعية للتغيير. It's the client's task to articulate and resolve his or her ambivalence، يعني انه مهمة العميل هنا في توضيح وحل التناقض، حل التناقض ما لديه من افكار وما يحصل عليه من افكار جديدة من قبل المعالج، فبحل التناقض ويفهم عملية التناقض. direct persuasion is not an effective method for resolving ambivalence، يعني عملية الإقناع المباشر ليس طريقة فعالة لحل التناقض. وهنا أتوقف قليلا وأشرح هذه النقطة بالتفصيل، أن هناك في إقناع مباشر وفي إقناع غير مباشر، على أساس أنه يحل التناقض ما لديه من أفكار وما يحصل عليه من أفكار من قبل المعالج. الشيء والإقناع المباشر والإقناع الغير مباشر، يعني الإقناع الغير مباشر هو اللي بيدفع المنتفع على أساس أنه يستنتج الأمور بنفسه فينتفع بها، يعني الأمور من نفسه، وهذا بطريقة غير مباشرة، يعني بطريقة غير مباشرة، يعني مش ما كانتش بطريقة مباشرة من قبل المعالج، لا، من قبل المنتفع نفسه، علشان كده بنسميها الإقناع الغير مباشر. بس الإقناع المباشر الذي يخاطب المنتفع، الإقناع هو اللي بيخاطب المنتفع وبيستثير دافعيته للتغيير، علشان كده هذا الإقناع المباشر هو الذي يجعل المنتفع متصلبا ولا يستجيب لوجهة نظر المعالج. لكن الإقناع الغير مباشر هو الهام بالنسبة للمنتفع على أساس أنه يغير وجهة نظره من حيث الأفكار والمشاعر والسلوكيات الشاذة التي يقوم بها. تعالوا نتابع اللي هي motivational interviewing، وبنقول أنه ممكن أنه زي ما احنا قلنا بنوصفها بتقريبا ست نقاط أساسية، تكلمنا عن ثلاثة وباقي ثلاث نقاط أساسية. وبنقول the counseling style is the insights information
from the client، يعني الاستشارة أو نمط الاستشارة هذه لابد أن يستلزم معلومات من المنتفع. أنا لا أستطيع أن أقدم أي استشارة لأي منتفع إلا بعد حصوله إلا بعد حصولي على بعض المعلومات من المنتفع. readiness to change is not trait of the client، يعني الاستعداد للتغيير سمة من سمات المنتفع. But the result of interpersonal interaction، لكن هذه نتيجة للتفاعل ما بين المعالج والمنتفع. The therapeutical relationship resembles a companionship اللي هي علاقة، يعني العلاقة العلاجية تشبه الشراكة. العلاقة العلاجية therapeutic relationship اللي هي العلاقة العلاجية resembles تشبه companionship اللي هي الشراكة. يعني ايش انا اعني فيها؟ انه انا كمعالج اقدم الارشادات، وانت كمنتفع عليك ان تساعدني في تنفيذ هذه الارشادات، وعلشان كده بيصير شراكة ما بين المعالج والمنتفع. In order for therapies to be successful، لو احنا حابين نقول انه نجاح المعالج في اجراء المقابلات التحفيزية بيتم من خلال، لابد ان ننشئ اربع مهارات تفاعلية. واضح ايش بقول؟ بقول انه نجاح المعالج النفسي او لكي ينجح المعالج النفسي عليه ان يجري بعض المقابلات التحفيزية، وهذه المقابلات تقريبا اربعة. In order for therapists to be successful at motivational interviewing there are four basic interaction skills include the ability to يكون المنتفع قادر على المعالج هذه أن يكون المعالج قادر على ask open end question، يعني يكون قادر على طرح أسئلة نهايتها تكون مفتوحة. provide affirmation معناها أن يكون قادر على تقديم التأكيدات. reflective listening أن يكون قادر على الاستماع العاكس، وفي النهاية يكون قادر على توفير أو تزويد البيانات الموجزة بشكل دوري للعميل. تعالوا نشوف المهارة التحفيزية الأولى اللي هي Ask Open-Ended Question، القدرة على طرح أسئلة مفتوحة، يعني من خلال ما يتم أو ما يسترسل المنتفع بما لديه من مكبوتات لا شعورية. واضح؟ هذا بكون شيء رائع للمعالج أن يصل إلى هذا أو يصل إلى عملية تشخيص حالة المنتفع بما يسترسله من مكبوتات أو معلومات لا شعورية. هي الأسئلة المفتوحة من خلالها بيتم الفري أسوسيشن زي ما احنا بنقول. وبعدين من المهارة الثانية انه يكون قادر على التأكيدات، يعني التأكيدات انه يأكد على الفكرة اللي بتكون في ذهن المنتفع، يعني يقول له انا بشعر انك انت بتفكر في كذا وكذا، بشعر انه انت حاسس بكذا وكذا. هذه التأكيدات هي التي ايضا تشعر المنتفع بان هناك من يفهمه. وبعدين القدرة على الاستماع العاكس، الاستماع العاكس هي التي
تنمي التغذية الراجعة ما بين المعالج والمنتفع. واضح ايش بقول؟ الاستماع العاكس يعني هو الذي ينمي التغذية الراجعة ما بين المعالج والمنتفع. القدرة على توفير بيانات موجزة بشكل دوري للعميل، يعني القدرة على، تكلمنا عن هذه كثير سابقا، وبنقول بشكل دوري يعني كل جلسة من هذه الجلسات يستطيع المعالج أن يجمع بعض المعلومات الجديدة على أساس أنه من خلالها يتم عملية تشخيص ووضع خطة علاجية للمنتفع. بعدين ممكن there are some additional skills، ممكن يعني احنا نضيف بعض المهارات الإضافية لكي ينجح المعالج في إجراء المقابلات التحفيزية، وبتركز على اللي هي مهارة looking back، النظر إلى الوراء. وبعدين في عنا مهارة اللي هي the importance of change، أهمية التغيير. بعدين looking forward اللي هي التطلع للأمام. وبعدين confidence about change and so on، وهكذا. في نهاية اللقاء نشكركم على حسن الاستماع ونتمنى لكم نجاح فاهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.